بداية نرحب بضيوف الكرام، والبداية بالإطار الوطني. إسماعيل السيدي، أهلا وسهلا بك سي إسماعيل. أهلا وسهلا عادل وبمتتبعي برنامج الكان هذا المساء وقناة الرياضية. اليوم سعداء باستضافة النجم السابق لكرة القدم السنغالية والإطار الوطني المقتدر السنغالي الذي ارتبط اسمه كثيرا بالمغرب، هو موسى نداو. أهلا وسهلا عادل، ميرسي بوكو وبونسوار أتوس. إذن غدا تتجه الأنظار للعاصمة الكاميرونية يوندي لملعب أحمد وهيجو، قمة مثيرة لا تقبل القسمة على اثنين بين المنتخبين الوطني المغربي والمنتخب المصري. قمة ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا بين المنتخبين الوطني المغربي والمنتخب المصري تجر إلى الأنظار يوم غد إن شاء الله. إسماعيل الزايدي، كما ينتظر الجميع متتبعي لهذه البطولة وبالأخص الجماهير المغربية. قمة كبيرة بين منتخبين عربيين، المنتخب المغربي اللي بدأ بداية موفقة، بداية تبعت على السرور والفرحة ديال الجميع المتتبعين، خصوصا أن بدأ المسار بشكل جيد، سجل أهداف وبانت قوة دفاعية كذلك في المنتخب المغربي. يمكن المسار ديال المنتخب المصري ما كانش مسار قوي، بدأ بداية متعثرة في اللقاء الأول مع نيجيريا، لكن مع توالي اللقاءات بان بأن المنتخب المصري كذلك دخل في المنافسات وقصى منتخب قوي في دور التمون اللي هو منتخب الكوت ديفوار. لذلك المنتظر من هذا اللقاء انه يجمع ما بين جوج المنتخبات عربيه اللي قويه، ولقاء منتظر جدا بين جوج المنتخبات. ناخذ راي موسى نداو بخصوص مقابله الغد بين المنتخبين المغربي والمصري، وكذلك امر طبيعي سناخذ رايه بخصوص منتخب السنغالي اللي عنده كذلك مباراه ستكون امام منتخب غينيا الاستوائيه. وي لو ماتش دي ماروك دومان سي كلير كو سي لا في قمة في ربع النهائيات، ومن ثم أيضا الكاميرون غينيا والاستوائية والسنغال وشارك على فريق كومبيا والكوت ديفوار، وبالتالي قمة هي مصر والمغرب، وشهدنا على أن المغرب وتبع في المباراة بشكل قوي في ديمونستراسيون قوي وقدم وجها أفضل من وجه مصر، ولكن يبقى دائما هذا مباراة بين فريق يعرفان بعضهم البعض، وتكتيكيا بالتأكيد سوف يكون هذا مباراة تكتيكية، والفريق الذي أعد العدد بشكل أفضل هو الذي يكون لديه تركيز أفضل، هو الذي يكون له الكلمة الفصل، وآمل من كل قلبي بأن المغرب سوف يفوز بهذا اللقاء، ما يسعد كل جماهير المغرب والمناصرين. أما بخصوص السنغال وغينيا الاستوائية، فالسنغال ربما هي المرشحة، فمنذ بداية المباراة السنغال لم تبدي وجها قويا في مقابل عناصر مكونة لهذا الفريق، ولكن منذ أربعة مباريات لم يسجل عليها، وبالتالي غدا سوف يكون هذا أيضا أمرا هاما للسنغال، خصوصا أنها أمام غينيا الاستوائية، ومنطقيا المرشحة هي السنغال. وسننتظر ما سيقدم في لقاء يوم الغد. ما يهمنا بطبيعة الحال هو المنتخب الوطني المغربي فيما يخص أخبار النخبة الوطنية التي أجرت اليوم آخر حصة تدريبية استعدادا للقمة العربية أمام المنتخب المصري. لمعرفة آخر أخبار أسود الأطلس بعد حصة اليوم، نربط الاتصال مباشرة بالعاصمة الكاميرونية يوندي رفقة مبعوث قناة الرياضية الزميل مراد سيميا. لك الخطوة كالعادة، ما هو الجديد بالنسبة لأسود الأطلس قبل مباراة الغد، وكيف كانت الأجواء اليوم بالعاصمة يوندي؟ أهلا بك عادل، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن وحيكم كالعادة من العاصمة الكاميرونية يوندي المنتخب الوطني، إذن أنهى الاستعداد لقمة دور
ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ديال الحصة انطلقت عند الساعة 4:45 بالملعب الملحق لملعب أحمد هايج والذي سيحتضن مباراة الربع النهائي. إذن النخبة الوطنية أتمت الاستعداد في ظروف جيدة بمعنويات عالية. حضر كعادته رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع وبحضور كل اللاعبين عادل باستثناء الغائبين الحارس المحمدي وكذلك سفيان الكرواني بسبب إصابتهما بفيروس كورونا. ونسجل كذلك عودة اللاعب فيصل فجر الذي عاد اليوم إلى الحصة أو حصة التدريب المنتخب الوطني كعادته بروح عالية وبأغانيها الشعبية. اللاعب بمعنويات جد عادلية وعالية جدا وهو يطمح للمشاركة في مباراة الغد. إذن هي قمة يتطلع إليها كل المغاربة لأن يكون المنتخب الوطني في الموعد ديال الحصة. أقول عادل كانت مفتوحة في وجه وسائل الإعلام الحاضرة هنا لمدة 15 دقيقة. وأريد أن أشير إلى موضوع آخر زميلي عادل بخصوص المنتخب المصري في موقف غريب طرح العديد من علامات الاستفهام. كان مقررا عقد مدرب المنتخب المصري كارلوس كيروش الندوة الصحفية عند الساعة 4:15. الكل انتظر الرجل لأكثر من ساعة أو ساعتين لا حضور للناخب الوطني المصري. ثم كانت هناك حصة تدريبية للبعثة أو للمنتخب المصري عند الساعة 5:30. المنتخب المصري لم يحضر لنتفاجأ بعد ذلك بأن المنتخب المصري خاض الحصة التدريبية بعيدا عن ملعب الملحق لأحمد واجو هناك بالملحق التابع لملعب أوليمبي بدون سابق إنذار أو إشعار للإعلام هنا. وفي الأخير كان للمسؤول الإعلامي داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلا أن يلغي الندوة الصحفية لكارلوس كيروش بشكل نهائي بحكم تأخر هذا الأخير عن الندوة الصحفية المقررة من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. عادلة مراد أسألك العادة بخصوص الأجواء الجماهيرية، ما يهمنا دائما هو الجمهور المغربي. هل لمست توافد بالنسبة للجماهير المغربية على يوندي من أجل دعم مساندة المنتخب الوطني المغربي؟ أكيد بعد مرور يوم بعد يوم نلتقي ببعض الجماهير المغربية سواء المقيمة هنا أو التي أو الأطر المغربية التي تشتغل هنا بيوندي. كذلك بعض الجماهير المغربية جاءت من دول إفريقية مجاورة للكاميرون. نتوقع كما قلت في السابق عادل أن يرتفع عدد الجماهير المغربية والجالية المغربية كذلك لمتابعة المنتخب الوطني في مباراة الغد، مباراة دور ربع النهائي الذي نتمنى صراحة أن يكون لصالح النخبة الوطنية والمرور إلى المربع الذهبي. عادلة إن شاء الله زميل مراد سيميا، شكرا لك على هذه المداخلة مباشرة من يوندي من العاصمة الكاميرونية ودائما في إطار تقريبا المشاهدين الكرام من أخبار النخبة الوطنية. سمعنا بالنسبة لحصة اليوم حصة مرت فيها أجواء جيدة، معنويات مرتفعة بالنسبة لعناصر المنتخب الوطني المغربي في انتظار لقاء الغد. ممكن وكيبان حتى الضغط الكبير على المنتخب المصري وعلى مكونات المنتخب المصري لأن المنافسات مثل هذه المنافسات منافسة كأس إفريقيا اللي كيكون واحد تتبع جماهيري كبير تتبع إعلامي كبير. يمكن المدرب والمحيط العام ديال الفريق كله خاصه يكون مهيئ بشكل جيد اليوم المقابلة، اليوم بداية المقابلة. كذلك أهمية هذه المسائل هذه اللي كتخلي أن المدربين كيختاروا طرق باش يهيئوا المقابلات ديالهم، وبعد المرات كيعيشوا واحد الضغط كبير كيف ما تأكد اليوم. أولا تغيير ملعب التدريب، ثانيا عدم حضور يعني كارلوس كيروش الندوة الصحفية قبل المواجهة، وكما قال زميل مراد سيمية تطرح عديد علامات الاستفهام وإن كانت ربما كانت بعض الأسباب سنعود لها حسب الأشقاء المصري، لكن
هذه بطولة كبرى، هي بطولة تمم إفريقيا، هذا الشيء اللي كاين، وكذلك الأجواء العامة للفريق يجب أن تكون مستعدة لمثل هذه المنافسة. يمكن هذا التغيير ديال الملعب التدريب وكذلك عدم الحضور الندوة الصحفية فهي أمور اللي يمكن تأثر، ولكن يمكن كذلك كارلوس كيروش مدرب ديال منتخب مصر كيحمي المحيط ديالو، كيحمي اللاعبين ديالو كذلك من هذا الضغط اللي يمكن رهيب كيعيشوا المنتخب المصري مع الإعلام ديالهم مع أجواء المنافسات الكبيرة. هو هي المقابلة ديال غد، ويمكن هذه استراتيجية ديالو، أو ما عرفناش واش ممكن استراتيجية ديالو أو ممكن كان